السي عبد المجيد بن حسين رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان لمدينة سلا. الحمد لله الساحة الحقوقية في المغرب اليوم يعني تعطى واحد الأولوية من جلالة الملك نصر الله ومن المؤسسات اللي كاينة في الدولة. يعني وليت كتمشي للإدارة وأنت كتحس براسك بأن عندك حقوق. الموظفين اللي كاينين مثلا في الإدارة كاينين الشباب في المحكمة في الوزارة في هذا، يعني تطلب الحق ديالك اللي هو قانوني راه كتاخذه. وكنا غير راضيين على هذه الدبلوماسية ديال المغرب، لأن كنا تنتظروا الجزائر بأن راه هي اللي غدير معنا الحل. يعني حنا قلنا مثلا المغرب مع الجزائر حنا دولة شقيقة وكذا، وحنا المغرب دائما كان يطالب يعني بفتح الحدود بالاتحاد المغرب العربي. كان المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني كان هو السباق في اتحاد المغرب العربي قبل من الاتحاد الأوروبي. يعني كاينين حويجات وكانوا عرقلوها وجاو دايرين لنا هذوك الناس الانفصاليين اللي دايرين لنا في التندوف. فهذا الشيء 45 سنة ديال التأخير. فالحمد لله اليوم المغاربة خداو على العاتق ديالهم باش غادي يحلوا هذا الملف هذا عن طريق الدول الأوروبية بعيدة عن الجزائر. وكاين دابا كاين واحد بعض العلاقات اللي إن شاء الله غادي تفتح مع إسرائيل. يعني كاين المغاربة في إسرائيل. يعني أنا النظرية ديالي إحنا كمسلمين إحنا ما كرهناش كان يكونوا الجزائريين هم اللي يكون عندنا معاهم علاقات، ولكن المغاربة غادي هذا السؤال للمغاربة واش يختاروا الناس ديال إسرائيل المغاربة اليهود المغاربة الإخوان ديالنا اللي في إسرائيل، ولا يختاروا هاد النوع ديال البشر اللي دمر الجزائر ودمروا المغرب. ولكن الحمد لله المغرب راه ما تدمرش، دمروا هي البلاد. فين يعني احنا مع التطبيع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.